بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي جماعة الأولى ثانوي في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بمراجعة شاملة في محور مهم اللي هو العبارات الجبرية وحل المعادلات والمترجحات فالأول ولادي وبناتي ما أنصحكم إلا بهذا الكتاب راه موجود في المكتبات في كل ما تحتاجه أما الأمر المهم والأهم اللي هو جمع كراس وقلم وما تقوليش الفيديو طويل لأن فيه ثلث تمارين تحمل جل الافكار اللي تحتاجها كما نذكر كل يدي وبنتي ان هذا المحور راك تحتاجه خاصه في البكالوريا الان حيث قلنا التمرين الاول الي اكس و بي اكس عبارتان جبريتان حيث الي اكس تساوي 2 في 4 اكس مربع ناقص 25 ناقص 2 اكس زائد 5 الكل مربع و بي اكس تساوي 2 اكس مربع ناقص 3 اكس ناقص 2 قال انشر ثم بسط العباره الي اكس 2 حلل الي اكس الى جداء عامل من الدرجه الاولى ثالثا قال اكتب بلي اكس على الشكل النموذجي ثم حل في ار بطريقتين مختلفتين المعادله بلي اكس يساوي نا الصفر رابعا قال استنتج حل كل من المعادلات عند المعادله اللي هي 2 كوس مربع اكس ناقص 3 كوس اكس ناقص 2 يساوي صفر في المجال من صفر ل 2 بي با قال هو 2 اكس ناقص 3 جذر اكس ناقص 2 يساوي صفر في المجال من صفر زائد ما لا نهايه ج اللي هو بي للقيمه المطلقه ل اكس ناقص 1 الكل مربع يساوي صفر في ار وقال لي سؤال استنتج تبع مليح خامسا قال حل في ار متراجحات بي لي اكس اكبر او يساوي صفر بي لي اكس زائد 6 اكبر او يساوي صفر و لي اكس زائد 6 اقل او يساوي صفر سادسا قال نعتبر او لي اكس العباره المعرفه او لي اكس تساوينا اكس على بي لي اكس قال عين القيم الممنوعه لبي لي او لي اكس باقي الحل في ار المعادله او لي اكس يساوي صفر جيم قال ادرس اشاره او لي اكس ثم استنتج حلول متراجحه او لي اكس اكبر او يساوي صفر التمرين الثاني قال ام وسيط حقيقي وليكن عندنا هذه العباره الجبريه هي او اكس سوين ام ناقص واحد في اكس مربع زائد واحد ناقص ثلاثة ام في اكس قال الف عين قيم ام حي حيث يكون او اكس من الدرجة الثانية با قال من اجل ام لا يساوي واحد احسب دالتا ام مميز أولي اكس جيم قال عين قيم ام بحيث المعادلة او اكس تقبل حلا مضاعفا ثم المعادلة لا تقبل حلولا يعني قيم ام التمرين الثالث اللي هو عباره عن وضعيه ادماجيه أ B سي دي مربع طول ضلعه 8 سنتيمتر ها وين A B C D M و N نقطة تاني من أ M نقطة من A B و N نقطة من A D حيث الطول هذا A N و A M يساوينا X قال نسمي F ل X مساحة الجزء المظلل اللي هو هذا المساحة وهذا الشبه المنحرف والمثلث قال ألف عين المجال الذي ينتمي له إكس بقى بين أن أف لاكس إكس ناقص إكس مربع زايد ربع إكس زايد 32 وثلاثين جيم قال عين قيم إكس بحيث مساحة الجزء المظلل تساوي مساحة غير المظلل يعني قيم إكس بحيث هذه المساحة وهذه متساوية ثم قال عين الشكل النموذجي لأف إكس ثم ها قال أدرس اتجاه تغير الدالة أف على المجالين من صفر لاثنين ومثنين لثمانية وشكل جدول تغيراتها ثم قال نتابع جيدا ولدي غير بشوية ثم قال بعدها شكل جدول تغيراتها وقال ما هي أكبر مساحة يمكن الحصول عليها للجزء المظلل اللي هو هذا الجزء الأسود وعند أي قيمة للعدد إكس نحاول نطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة إذا نحاول لدي الآن ننطلق في حل التمرين الأول، السؤال الأول قال انشر ثم بسط العبارة، هذه هنا أكيد راهي كما قريتوها في السنة الرابعة متوسط. إذا هنا راه عاطينا هاي هنا أ إكس، النشر راه باين صبح لي، لاحظوا معايا أ لي إكس يساوينا أولا ننشروا هذه تعطينا تعطينا ثمانية إكس مربع، ثم هذا في ذا تعطينا ناقص خمسين اما هذه المتطابقه الشهيره رقم واحد اللي هي تعطيني مربع الاول زائد مربع الثاني زائد ضعف الجداء اللي هو اثنين ها اثنين في اثنين في خمسه يعني ربعة في خمسه اللي هي زائد وش؟ زائد عشرين زائد عشرين اكس لكن الان هذا ندخل عليهم ناقص كما تعرف أي دخل عليهم ناقص شوف اصبحنا ناقص ربعة اكس مربع ناقص 25 زائد ما عفوا ناقص 20 اكس استاذ ما فهمتش هذه ش راه هذا تعطيك 8 هنايا تعطينا ناقص 50 وهذه تعطيك ربع اكس مربع زائد 25 زائد 20 دخلنا عليهم ناقص صبحنا كما راكم تشوفوا هنا اه بعدها صبح لي اه لي اكس يساوي لنا هذا مع هذا يعطينا 4 اكس مربع هذا مع هذا وعندنا هذا يعطينا ناقص عشرون إكس وهذا مع هذا يعطينا ناقص خمسة وسبعين هذا هو النشر والتبسيط درجة الأولى درجة الثانية درجة الأولى درجة المعدومة آه بعد ما أنهينا من هذا نأتي أولادي إلى السؤال اللي راه جاي بعده وش هو السؤال اللي جاي بعده حلل آل إكس إلى, إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى سؤال بسيط تحليل ا اكس هنا كما تعرفوا لدي راهي واضحه وضوح الشمس هنايا هذا لو كان نشوفوها مليح للمتطابقة المتطابقه الشهيره رقم ثلاثة وهذه راهي المتطابقه الشهيره رقم واحد صحيح يا استاذ ثم هذا آلي اكس كنبدا نشوف هو اثنين في هذه في الاصل راهي مكتوبه راهي مكتوبه شوفوا معايا كيف مكتوبه هي مكتوبه أربعة اكس مربع ناقص خمسة مربع يعني مكتوبة شوفوا معايا وهذي تقدر الثاني نقدر نديرو لها هكذا شوفوا بان نوريكم غير بشويه راهي مكتوبة 2 إكس مربع ناقص خمسة مربع هذي المتطابقة الشهيرة رقم رقم ثلاثة أ مربع ناقص ب مربع واش يساوي لنا؟ يساوي لنا أ ناقص ب في أ زائد ب لقيتوها في السالبة متوسط سما هذه درك نقدروا نكتبوها هي واش؟ هي اثنين إكس ناقص خمسة في اثنين إكس زائد خمسة ناقص خلاص هذه خلاص شرناها آه، درنا التحليل هذه المتطابقة الشهيرة رقم واحد اللي هي مكتوبة اثنين إكس زائد خمسة في اثنين إكس زائد خمسة بحيث كي نضرب ذا في ذا يعطينا ذا وكي نضرب ذا في ذا راح يعطينا هذا برافو الان هنا شحال عندي من حد راه عندي زوج ها هو واحد وها هو واحد العام المشترك اكيد هو هذا واضح الحد نفصلوه دائما بين الزايد والناقص صبح لي ا آه لي اكس يساوي انا نخرجوا هذا على المشترك 2 اكس زائد 5 سيبقى لي ولادي يبقى لي 2 في 2 اكس ناقص 5 يعني يبقاو لي هذا وعندي هنا اشاره ناقص ونرفد واحد يبقى لي 2 اكس زائد 5 هكذا نكمل م. الان صبح لي ا لي اكس واش يساوي لنا 2 اكس زائد 5 هذه كننشرها تعطي لي 4 اكس ناقص 10 هنا تعطي لي 4 اكس ناقص 10 هذو ندخل عليهم ناقص صبح هكذا تسمى هذا وذا تعطي لي 2 اكس وهذا مع هذا تعطي لي ناقص 15 هذا هو التحليل الى جداء عوامل واش من درجه الاولى ها هاي الدرجة الأولى هاي الدرجة الأولى هذا شكون هو؟ هذا هو ألي إكس إذا ألي إكس شحال يساوي لنا؟ يساوي لنا اثنين إكس ناقص خمسة آه في اثنين إكس ناقص خمسطاعش هذا هو التحليل ولادي عاودوها وحدكم باه صح بعدها واش قال لي؟ ثالثا قال اكتب بيلي اكس على الشكل النموذجي آه هنا لازم نتذكر مليح لاحظوا معايا أولادي هنا إذا خلاص كملنا مع الأ تذكروا معايا واش تلقينا كتابة ثالثا كتابة بي لإكس على الشكل النموذجي ولادي بناتي الشكل النموذجي لازم تكون حافظ لاحظوا معايا لما تكون عندي عبارة من الدرجة الثانية اللي هي أ إكس مربع زائد بي إكس زائد سي شو هو يعني الشكل النموذجي هو أ في هكذا شوفوا معايا في نفتح قوس كبير إكس زائد بي على اثنين أ الكل مربع ناقص دالطة على ربعة أ مربع حيث ولادي ضالطة اللي هو يسموه المميز هذا يسموه المميز شنو يساوي لنا؟ يساوي ب مربع ناقص أربعة في ا في سي. قوانين نكتبهم عندك بالاحمر. ماكش حافظهم تعمل مسؤولية لازم تحفظهم هذا صح نبداو إذا إحنا عندنا ب لإكس شحال راه يساوي لنا؟ راه يساوي لنا إكس مربع. ناقص ثلاثة إكس زائد ناقص اثنين يصبح يساوي لنا شوفوا معايا خالي الكلام ما قال ودل الأ آه هنا راه راه اثنين والبي راه ناقص ثلاثة والسي شعره راه راه ناقص عفوا والسي راه ناقص اثنين لازم هذا تكونوا تعرفوه عفوا سي يساوي ناقص نبداو نطبقو بي مربع سما هذا الربع يعطينا تسعة أنا نهضر على المميز بي مربع ناقص أربعة الأ اثنين والسي ناقص شوف ولادي ما تقول لي لا وعلا لا مجرد قانون راني نطبق فيها هذا يمثل الأ وذي يمثل البي وذا يمثل السي قال الشيخ لو كان العبارة تكون مكتوبة هاك السي شعار راه السي هنا راه صفر لأن يعني كي يكون مكاش واحد فيهم لازم تعطوه صفر شكون هو البي البي دائما اللي مضروف في الاكس لو كان جينا المعادله تاعي دايره هك هكذا الار راه 2 والبي راه ناقص السي راه ناقص 2 اما البي راه ما كاش راه معدوم لازم هذه تعرفوها صح هذه وكان لما نجي نحسبوها تعطي لي هنا تعطي لي 16 زائد 9 اللي هي 25 صح يبدا لنا شكل النموذج تاعو هو بي لي اكس حسب القانون طبقوا 2 في اكس ونجو البي عره راه روحو معايا بالعقل البي راه ناقص ثلاثة على من على اثنين ا على من راه على اثنين ا اثنين في اثنين اللي هي ربعة مربع ناقص دالتا شعار راه خمسة وعشرين على من على ربعة ا مربع ا وين شوفوه هنا ربعوه ربعه وزيدوا الربعه هذه هنا تجيكم ربعة تاع نتاع ا مربع اللي هي ربعة وزيدوا نضربوها في ربعة 16 ها هو هنا ولا دي الشكل النموذج الثاني ها هو هذا هو يا شطار اشتهي برك ننصحك عاودوا الا كان صح اني ننصح في وليدي عاودوا ها هو لازم تسيبوا صح خلاص ان شاء الله راكم فهمتوا اذا هذا حسبناه حسبناه 25 حطوه هنا ربعة في ا مربع يعني ربعة في هذا كربع وربعة في الربعة 16 بي شحال ناقص ثلاثة استاذ بصح القانون يقول زيد هاو هو الزايد مع الناقص تغلب بالناقص على من على اثنين ا آه اثنين في اثنين تعطينا ربعة صح الان هذا هو الشكل النموذجي نجول للسؤال اللي راه قال لي حل في ار طريقتين مختلفتين المعادله شكون حل ب إكس يساوي النص، لكن بطريقتين الطريقة الأولى طا واحد طا واحد ولادي هي نستغلوا هذا هذا العبارة بالشكل النموذجي. اللي هو اثنين في عفواً اثنين في إكس ناقص ربعة ثلاثة عسوني ثلاثة على أربعة الكل مربع ناقص ناقص خمسة وعشرين على عشر نديرو هاد تساوي لنا صفر واش خدمت يا استاذ فهمنا بشويه هذه نديرها تساوي الصفر. صحيت الان ننشر ننشر صح اولا قبل ما نروح ننشر عندي جودة عددين يساوي صفر سمعوا معايا جودة عددين يساوي صفر وراه العدد الاول ها هو واحد وها هو ثاني فان واحد فيهم يساوي صفر هل الاثنين تقدر تقولوا يساوي الصفر؟ ركزوا جداء هاو عدد وهاو عدد يساوي صفر اثنين مستحيل تساوي صفر شكون اللي يساوي صفر قاعده هذا اللي يساوي صفر سما ترجع لنا اكس ناقص ربعة ناقص عفوا ثلاثة على ربعة الكل مربع ناقص خمسة وعشرين على ستاعش هو اللي يساوي صفر يا استاذ بالعقل عاود نعاود جداء عددين ها هو هنا واحد وهاو الثاني يساوي صفر هذا مستحيل يساوي صفر شكون اللي يساوي صفر هذا اللي بقى لنا صح ندي هذا من هذا نديه من لما نديه تصبح لي هكذا اديته ال للطرف الاخر صبح زايد صح واش دير القاعده واش تقول القاعده نجذر منه شوفوا معايا ونجذر منه شا تصبح لنا نعاود نرجعوا للدرس نتاع في البدايه تاعو انه دائما انه اكس مربع تحت الجذر ولادي يخرج دائما بالقيمه المطلقه لاكس عاودوا رجعوا القاعدة صح سمه كيف ندير استاذ سما هذه درك تخرج لنا بالقيمه المطلقه لاكس ناقص 3 على 4 يساوي لنا واش يساوي لنا ولادي ما هو جذر 25 هو 5 وما هو جذر 16 هو 4 نعود نرجعوا الان الى خواص القيمه المطلقه صح واش تقول القاعده خلاص كملنا مع هذه ركزوا معي غير بالعقل هكذا تقول قيمة مطلقة إذا كانت القيمة مطلقة تساوي عدد موجب فإن لما نحوها إما تساويه أو تساوي العكس تاعو يعني إما إكس ناقص ثلاثة على أربعة يساوي لنا خمسة على أربعة أو إكس ناقص ثلاثة على أربعة يساوي لنا ناقص خمسة على أربعة قريتوها قيمة مطلقة لإكس يساوي لنا أ فإن إكس يساوي أ آه أو إكس يساوي لنا ناقص أ آه. ندي هذا من وندي هذا من صباح لي إكس تساوي لنا أدو هذا من صبح لي ثلاثة زائد آه ثلاثة زائد خمسة ثمانية على من على ربعة وتساوي لنا اثنين هذا إكس الأول إكس الثاني يسمينا إكس واحد إكس الثاني أدوه هذا من على أدوه من وش يصبح صبح لكم هكذا هكذا تصبح صبح لنا ناقص خمسة ناقص خمسة زائد ثلاثة هي ناقص اثنين على من على ربعة وتساوي لنا ناقص واحد على اثنين يعني حلول المعادلة هي ناقص واحد على اثنين واثنين برافو ولادي هذه الطريقة هي الطريقة طريقة استغلينا الشكل النموذجي هذه واحدة وبرافو اللي صابها صحيح نجو الآن الطريقة الثانية صح واش هي الطريقة الثانية خلاص الشكل النموذجي اذكرهم مليح طريقة اثنين اللي هي دائما بي اكس يساوي لنا صفر هي نروحو نحسبو المميز ونحلوها كيما اللي قريتوها في الدرس حنا حسبنا المميز ولادي شحال لقيناه لقيناه خمسة وعشرين شحال يصبح يساوي لنا خمسة قيمة أكبر. من الصفر للمعادلة حلان متمايزان ولادي بناتي راكم قريتو لما يكون المميز موجب تماما فإن المعادلة تقبل حلان متميزين وشو هو الحل الاول اكس واحد يساوي لنا ناقص بناقص جذر دالتا على اثنين ا ويساوي البي ناقص ثلاثة مع الناقص بحث ثلاثة ناقص جذر دالتا ها وين جذر دالتا على اثنين ا على اثنين في اثنين اللي هي شحال ربعة تعطي ناقص اثنين على ربعة اللي هي ناقص واحد على اثنين هاو اكس اثنين ناقص بي زائد جذر ضال على اثنين اه. أصبح لنا ناقص مع الناقص أصبح لي ثلاثة زائد جذر ضال هو خمسة على اثنين اه هو ربعة ثمانية على أ. على أعلى تعطيلي. اثنين على ربعة تعطي اثنين ها الحلول تاعكم بنفس الطريقة الزوجة أصبح لي اس يساوي لي ناقص واحد على اثنين وشكون واثنين هذه هي الطريقة الزوجة إذا تحب الأستاذ نور الدين عاود الفكرة وحدك أستاذ لو كان جل المميز سالب لا يوجد للمعادلة حلول أستاذ لو كان جل المميز معدوم للمعادلة حلا مضاعفا قيمته ناقص ب على أ آه. عليهم هذو صح قال لي استنتج كل من آه. صح خلاص ذكروا شلقينا حلول تاع بي اكس ذكرهم مليح مليح هنا حلول تاع المعادله بي اكس يساوي صفر استنتاج حل كل استنتاج حل كل من نبداو بالمعادله الاولى المعادله الاولى اللي هي 2 كوس مربع اكس ناقص 3 كوس اكس ناقص 2 يساوي 0 لو تركزوا يا شطار هذا المعادلة راهي نفسها بيلي إكس إلا في مكان الإكس لاحظوا راه داير كوس إكس شوفوها تكافئ وش تكافئ أن ولادي بيلي كوس إكس يساوي الصفر هذه وهذه راهم كيف كيف لاحظوها لاحظوها غير شويه ذكاء شوفوا لذي وشوفوا لذي في بلاس الاكس راه داير كوس اكس برك ومنه الحلو كي ندير شوفوا حنا عندنا شوف شتا عندنا بركه عندنا بي لي اثنين يساوي الصفر ما فهمتش يا استاذ كلمة حل للمعادلة معناها كي تجيب هذا تحطه هنا بي لي اثنين يساوي الصفر بي لي اثنين يساوي الصفر بي لي كوس اكس يساوي الصفر معناه كوس اكس يساوي لنا اثنين شوفوا شوفوا الصفر يقابل الصفر والبي يقابل البي كوس واش يقابل اثنين يا صح كوس اكس يساوي لنا اثنين وهذا اش هو مستحيل فهمنا يا استاذ على مستحيل لان الكوس قريته في الدائره المثلثه محصور بين ناقص واحد وواحد وهذا راه يساوي لنا 2 مستحيل ما نقبلوش هذه الف با لاحظوا كذلك وعنا بيلي كوس إكس يساوي لنا صفر وشوفوا شنو عندي هنا وبيلي ناقص واحد على اثنين يساوي الصفر ركزوا شوفوا جيبوه ومنه تصبح هنا ومنه كذلك صبح لي كوس إكس يساوي لنا ناقص واحد على اثنين شفتو كيفاه؟ فيه نوع من الذكاء آه هنا لكن المجال عطاوه هنا من صفر لإثنين بي من صفر الاثنين بي يعني منا حتى لهنا هذا هو المجال اللي عطاه لي منا وندور حتى الحق لها شكون هي الزاوية اللي الكوس تاعها أولا نص كانت شوية هي ستين درجة كانت تروح لل للأخرى كي يقولوا لها الآلة الحاسبة ودير تصيبها في الأصل شحال ستين درجة كان هنا أه ستين شيفت كوس نعم تعطينا كما نقول لكم شحال تعطينا تعطينا واحد على اثنين اذا قلت تعطينا واحد على اثنين لكن إحنا وين راهي جايه شوفوا معنا شوف الكوس ولادي راه سالب الكوس وين يكون سالب يكون سالب هنا شوفوا معايا مليح من موجب من سالب سما الزاويه تاعي اما تجينا هنا يعني الكوس تاعها يكون سالب او جينا هنا الكوس تاعها يكون سالب شفتوا كيفاه سما الزاويه تاعي لجت هنا الكوس تاعها يكون سالب ولا جات هنا تكون سالب لكن شكون هي الزاويه المشهوره هي بي على من اللي هي 60 اللي بي على ثلاثة هنا كنقولوا له هنا في ذاك البلاصه نقولوا له هي بي ناقص بي على ثلاثة اما هذه الزاويه هنا هي بي زائد بي على ثلاثة ركزوا معايا مليح غادي درت الدرس نتاع الدائره المثلثيه كون جينا هنا نقولوا بي على ثلاثة لو كانت جينا هنا ورانا في المجال شكون من صفر لاثنين بي هي اثنين بي لاحظوا معايا ناقص بي على ثلاثة شوف كي تجينا هنا بي على ثلاثة كي تجينا هنا بي ناقص بي على ثلاثة كي تجينا هنا بي زائد بي على ثلاثة وكي تجينا هنا هي اثنين بي ناقص بي على ثلاثة هذه وين تا لما يعطونا المجال من صفر لاثنين بي حنا يا تاعنا السماء شات ننتج ننتج لنا كو اكس اما يساوي لنا اكس يساوي لنا بي ناقص بي على ثلاثة نوحد هنا المقام ثلاثة ثلاثة تعطينا اثنين بي على ثلاثة وروحوا تشوفوا تروحوا ديرو كوس مية وعشرين تعطيكم القيمة ذيك ها كوس مية وعشرين هاي عطت لي ناقص خمسة نروحوا الجهة الأخرى اللي هي أو إكس واش يساوي لنا؟ يساوي بي زايد بي على ثلاثة نوحد هنا المقام ثلاثة ثلاثة تعطيني ربعة بي على ثلاثة سمى مجموعة الحلول اس تساوي لنا اثنين بي على ثلاثة وربعة بي على من على ثلاثة هذه هي هذو هما حلو حل المعادلة تاعنا الأولى اشترينا نعاود نقول عاودوا الفكرة وحدكم هذه الأولى خلاص فهمناها يا أستاذ صح نروح الآن تاع الدائرة المثلثية سمع لازمنا نحترم حاجة يسموها المجال اللي رانا نخدموا فيه دائما نرجعوا لديه صح الحاله اللي بعدها اللي هي 2X 2 اكس ناقص 3 جذر اكس ناقص 2 يساوي صفر كون تركزوا معايا الشاطرين هذه راهي تكافئ استاذ كيف راك تفيق لها 3 اكس 3 جذر اكس اس ما في بلاصه الاكس واش دار جذر اكس تكافئ بيلي جذر اكس يساوي لنا صفر يا والله صح المجال اللي يعطاه لنا منين من صفر زائد ما لا ان ما يجب ما يكون ما بداخل الجذر لازم موجب و هي مجموعه التعريف لازم تكون تساوي لنا من صفر زائد ما لا يا استاذ فهمنا ان اي حاجه تحت الجذر لازم تكون موجبه واضح صح ومنه بنفس الخطه ها بي لجذر اكس يساوي صفر و بي ناقص واحد على اثنين يساوي صفر أي جذر إكس يساوي لنا ناقص واحد على اثنين وهذا مستحيل فهمنا على مستحيل أن الجذر حاجة موجبة يساوي حاجة سلبة هذه قامت كشف الرياضيات هذه واحدة ألف ب ب X عفوا ب جذر X يساوي صفر و ب اثنين يساوي صفر بالمطابقه يصبح لنا جذر اكس ولادي يساوي لنا 2 للتخلص من الجذر نربع الطرفين ربعه من وربعه من هيا ربعه هذه صبح اكس استاذ تصبح قيمه مطلقه لا لا مش قيمه مطلقه هاهي اللي بالقيمه المطلقه كيكون التربيع لداخل اما الجذر كي نربعوه ما يصراش قيمه مطلقه يروح فرق ربعوا هذا اكس ربعوا هذا تساوي لنا 4 الحل تاعي شتا هو هو أربعة الحالة الأولى مستحيلة الحالة الثانية هي أربعة ممتاز بعد ما أنهينا كذلك الآن هذه الحالة نروح لدي الآن إلى الحالة اللي بعدها شوفوا معايا اللي هي بي قيمة مطلقة لإكس ناقص واحد الكل مربع يساوي النصف لكن مجموعة التاريخ حطوها لنا R الواحد واحد ما تخافوا ما والو او نشتق اي معادله قوه ان يساوي الصفر صح تساوي الصفر مهما كانت القوه اللي تكون هنا تروح روحوا رجعوا الدرس اي قوه تكون هنا مع الصفر تروح سما هذه تصبح نفسها هذه معناها هذه نفسها ومنه شوفوا معايا مليح عندنا بي لي شوفوا معايا ناقص واحد على اثنين يساوي صفر شوفوا ذي وشوفوا دي. أي القيمة المطلقة لإكس ناقص واحد يساوي لنا ناقص واحد ما فهمتش أستاذ ها بي ذي تساوي صفر فإن ذي هي وذي متساويين مستحيل يا أستاذ على مستحيل لأن القيمة المطلقة دائما حاجة موجبة شتو يعني روعة نجو الآن للحالة الثانية بي قيمة مطلقة لإكس ناقص واحد تساوي لنا شحال صفر وعندي بيلي اثنين يساوي صفر ومنه صبح لنا اكس ناقص واحد يساوي لنا اثنين خواص قيمة مطلقة اللي درناها قبيلة فإن اكس ناقص واحد يساوي اثنين أو اكس ناقص واحد يساوي لنا ناقص اثنين قيمة مطلقة تروح هذا هنا وذا هنا صبح لي اكس يساوي لنا عفوا يساوي ثلاثة وندو ذا من صبح لي اكس رجعوا لي هذا من أولادي صبح لنا ناقص واحد زائد واحد تعطي لي ناقص واحد اس ساوي لنا ناقص واحد وشحال وثلاثة ثلاثة فقط يا الولاد ممتاز واللي حاب يزيد يتاكد يتاكد شحال لقينا قلنا ناقص واحد اي عوضوا ناقص واحد ناقص واحد شحال هي ناقص اثنين بالقيمه المطلقه اثنين تولي بي لي اثنين بي لي اثنين شحال تساوي هاي لكم بي لي اثنين تساوي صفر زيد استاذ تحقق من الاخرى اكس على يدي ثلاثه عوضوا لها ثلاثه ناقص اثنين ثلاثة ناقص واحد اثنين بلي اثنين شحال تساوي صفر تسمى النتائج لين تحصلوا عليها صحيح مئة بالمئة صح بعد ما أنا هنا الآن من هذه نروح الآن ولدي إلى وش إلى حل في المتراجحات حل المتراجحات المتراجحات نوصيكم أولاً بلي اكس أكبر أو يساوي نصف اولا شوفوا معايا البي ها هو هنا رانا الحلول التورو. مباشره هنا دائما في المتراجحات ولادي اول شيء هاي ليكم شوف دير جدول الاشاره تعمل من نتاع بي لإكس اكس لحل المتراجحات نعينو جدول الاشاره ركزوا معايا ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه اين تنعدم البي لإكس؟ هاي وين تنعدم تنعدم عن ذي وعن ذي تنعدم عند ناقص واحد على اثنين وعند اثنين هكذا ولاتي كي من درجة الثانية قريت واحد الحاجة خارج مجال الجذرين نفس والداخل عكس روحوا رجعوا الدرس خارج مجال الجذرين هنا وهنا نقولوا نفس ماذا نفس العدد اللي مضروب في الاكس مربع والداخل عكس أروحوا جوليتي شعل هذي اثنين نفس عكس شفوا عليها برا نفس الداخل عكس هذه تبقى معاكم غير التيرمينال صح سما غير عينا الجدول الحلول خرجت راهي تقول بي لي اكس اكبر من الصفر لما اكس وين يكون اكيد لما اكس يكون هنا او اكس يكون هنا هذا مكان صبح لي اس يساوي لنا من ناقص ما لا نهايه ناقص واحد على اثنين اتحاد ولادي من اثنين الزائد ما لا نهايه برك كيف كيف استاذ عين جدول الاشاره بما ان المتراجح يتحوس على فوق الصفر يعني البلس فان اكس تاعي يكون هنا او يكون هنا استاذ لو كان قالنا بي لي اكس اقل او يساوي نصف اي اكس وين يكون, يكون يكون بين اكس يكون بين ناقص واحد على اثنين واثنين فقط اولادي كره يتحوس على السالب ندو ذا كي يتحوس على الموجب ندي ذا صح استاذ لو كان هاك تماما نفتح هنا كذلك تماما فهمتوا كيف هذا ممكن ما تخافوا ما والو ثم قال لي بي لي اكس زائد ستة اكبر او يساوي صفر بي لي اكس زائد ستة اكبر او يساوي الصفر اه نروحو نجيبو بي لي اكس ها آه هي اللي هي اي اثنين إكس مربع ناقص ثلاثة إكس ناقص اثنين زائد ستة أكبر أو يساوي نصفر صحيح أستاذ اللي هي اثنين إكس مربع ناقص ثلاثة إكس زائد ربعة أكبر أو يساوي صفر بقاو معايا تشوف جمع الذودة هنا واش نروح ندير نحسب المميز المميز بي مربع بقاو معايا بي مربع شحال تسعة ناقص ربعة في أ في سي بلادي انا نديرو في القانون ها ناقص أربعة ها هالبي ربعه تسعة ناقص أربعة تاع القانون في أ آه. اثنين والبي والسي ربعة هذه كي نروحو نحسبوها ربعة في ربعة ستاعش في اثنين هذه في ستاعش في اثنين اثنين وثلاثين هاي ليكم لي هي تسعة ناقص اثنين وثلاثين تعطينا ناقص ثلاثة وعشرين، آه ثلاثة وعشرين المميز خرج لنا سالب. سمعوا مليح وهذا الخطأ راكم ديروه. لما يخرج المميز سالب إشارة هذه العبارة إشارة اثنين إكس مربع ناقص ثلاثة إكس زائد أربعة. منين؟ من إشارة اثنين، هذه قاعدة شفوا عليها على برن فول باك وطيح لهم ويدو في صفر لما نحسب ولادي المميز نتاع عباره من الدرجه الثانيه ونسيبو سالب الاشاره تاعها من اشاره ذا هذا كيف داير موجب اي 2 اكس ناقص 3 اكس 2 اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 4 موجبه اي اس ها آه هي الشاطرين هي ار كل الاعداد الحقيقيه مهما نجيبوا اي عدد نحطوه هنا نعوضه به الا وتخرج القيمه الموجبه اذا صبنا المميز سالب لعباره فان اشارتها من اشاره هذا بما ان هذا موجب وهي لا تحوس على الموجب هي هذا موجب وهنا نحوس على الموجب فان مجموعه الحلول هي ار هي من ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه اما حل المعادله اللي هو بي لي اكس زائد ستة أقل أو يساوي صفر أي شوفوا معايا مليح أي أنه تصبح لنا نفسها نفس العبارة ولادي لكن تجي أقل من الصفر ها نفس العبارة أقل من الصفر اللي هي أي اثنين إكس مربع ناقص ثلاثة إكس زائد ربعة أقل أو يساوي صفر شوفوا ولادي المميز كي نحسبوه نصيبه ناقص ثلاثة وعشرين بقاو معايا ما يشعر نصيبه ناقص 23 صحة فان العباره دي ما عندهاش ما تقبلش حلول ما تقبلش جذور ركزوا معايا ركزوا معايا مليح صحة فان اشارتها من اشاره ذا كما قلنا هذا كيف داير موجب وهي على مرة يتحوس شوفوا هذا موجب وهي راهي تحوس على السالب فان اس مجموعه خاليه شوف هذا موجب وهي تحوس على السالب سما واحد رايحك ولا والاخر شيء عناصر التقاطع ما كاش مجموعة خالية اسمها مجموعة الحلول هي صفر مجموعة خالية ماشي صفر هذه اللي نخاف الكثير منكم ما يجيبهاش صحيحة تاع كي كل مميز سالب إذا كان هذا موجب مجموعة الحلول هي آر إذا كان هذا ما زلنا مع المميز سالب هذا سالب وهذا موجب في الجهة هذه تصبح مجموعة خالية هنا مجموعة الحلول هي آر وهنا مجموعة الحلول هي مجموعة خارجية شفاو عليها حملي مليحة مليحة صح نروحوا بعدها ولادي إلى سادسا نعتبر أو لي إكس العبارة المعرفة أو لي إكس يساوي أ إكس على بي إكس بي يعني يصبح لنا هذا على هذا قال لنا عين القيمة الممنوعة ل لي إكس القيم الممنوعة ل لي إكس حنا حيث عندنا أو لي إكس يساوي لنا آي إكس على بي لي إكس. هنا واش المقصود؟ قيم ممنوعة. قيم ممنوعة من اللي تعدم منا المقام. البي لي إكس روح جولادي. عن من راي نعدم؟ راي نعدم منا ها؟ بي لي إكس يساوي صفر. عن من ينعدم؟ عندنا ناقص واحد على اثنين واثنين. ثم القيم الممنوعة هي ناقص واحد على اثنين واثنين فقط. ركزوا. القيم الممنوعه هي القيم اللي عدمت لنا المقام المقام هذا عن من يعدم عن نقص واحد على وثلاثين ان لو كان يقول لي عين مجموعه التعريف لي اكس دي ل اكس يعني مجموعه التعريف شوفوا شتصبح. تصبح دي دي اكس تساوي ار ما عدا يعني مجموعه التعريف هي العكس هي كامل الاعداد الحقيقيه ما عدا القيم الممنوعه ما عدا ناقص واحد على اثنين واثنين عاود القيمة الممنوعة شوف شكون هما هي هذه ودي أما مجموعة التعريف تاع هذا الكسر هي كل الأعداد الحقيقية تحقق ما عدا القيم الممنوعة سمى ذيك الكلمات راه متعاكسين إذا بعد ما أنهينا من هذه ولادي نجو الآن إلى السؤال اللي بعده حل في آر المعادلة أو لإكس تساوي أصفر إذن حل في آر المعادلة لا. شكون هي المعادلة ولدي اللي هي أ لي اكس تساوي صفر اي واش اي انه ا لي اكس على بي لي اكس يساوي الصفر هنايا كنا ناسيين ساعتين زي... الزيد آ... صحنا لاحظوا هنا معايا ولادي غير بالعقل تقول قاعده ينعدم كسر اسمعوا معايا اذا انعدم بسطه هذه شوفوا عليها مليح ينعدم كسر اذا انعدم بسطه كيكون عندي اعلى بي يساوي صفر دائما هذا اللي يساوي الصفر اي انه ماذا انه ا اكس يساوي الصفر و ا اكس ها هي هنا اي ماذا اي انه 2 اكس زائد 5 في 2 اكس ناقص 15 يساوي لنا واش يساوي الصفر هذا مكمل جودة أعداد يساوي الصفر اما 2 اكس زائد 5 يساوي الصفر أو 2 إكس ناقص 15 يساوي صفر ننقل هذا من وهذا من صبح لي هكذا كي ننقل وهذا كي ننقلو من صبح لي هكذا واش درت أستاذا نقلت أقسم من على 2 على 2 على 2 على 2 صبح لنا إكس يساوي لنا ناقص 5 على 2 ومنه يصبح لنا إكس يساوي لنا 15 على 2 -15 -15. هنا تقدر ترجعها ناقص 2 ونص وهنا تقدر ترجعها 7 ونص يعني اس يساوي لنا ناقص خمسة على اثنين وخمسة عشر على اثنين. هذه هي حل المعادلة. اولي اكس تساوي الصفر. اذا نسمع شفاهم ليه ينعدي اذا انعدم بسطه بعد ما انهينا الان من هذا السؤال. اكيد سوف اولاديك نتطرق الى سؤال اخر مهم. ادرس اشارة اولي اكس. إشارة أو لإكس اسمعوا الذي تقول القاعدة إشارة كسر من إشارات البسط في إشارة المقام إشارة أو إكس من إشارة أ إكس في بي إكس هذه تشوفوا عليها مليح اسمعوا ينعدم كسر إذا انعدم بسطه إشارة كسر من إشارة البسط في إشارة المقام نروح مباشرة ولادي وندير الإشارة تاعي ركزوا غير بالعقل هنا إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما نبداو بلي إكس عند من ينعدم ولادي بلي إكس ها تقلقوش هاي وي ينعدم منا عند ناقص واحد على اثنين وينعدم منا عند اثنين وندير رمز الإنعدام هكذا الإشارة تاعو راكم متذكرين درناها هنا نفس داخل عكس ندوز الان الى ا ل اكس عند من ينعدم كنا كاتبينها هنا عند ناقص 5 على 2 و15 على 2 ولادي نكتبوهم هنا الان عند من ينعدم ينعدم لنا عند ناقص 5 على 2 اللي هي ناقص 2 ونص وعند 15 على 2 اللي هي 7 ونص يعني 15 على 2 وشوفوا كيفاه ندير هنا ركزوا معايا غير بالعقل هذه الاشارات يبقاو كيما ما يتغيروش باسكو خاطيهم هادو جو نازلين نروحوا الان لهذه هذه ولادي قبيله رانا نشرناها نذكركم مليح ا آه لي اكس لقيناها تساوي لنا 4 اكس مربع ناقص آه نعم نعاود نذكر ايه نعم ناقص عشرين اكس ثم ناقص خمسة تقول ليش منين جبتها عاود رجع لهذا السؤال هذه معاد العباره مش درجه ثانيه شحال عندها من حل جذر ها هو واحد وها هو واحد ما تعاودوش تحسبوا شوفوا نوصيكم هذه هي هذه صحه شوفوا الاشاره تاع هذا موجب النفس خارج والداخل عكس عاود يا استاذ اشاره على اكس من اشاره ذا هنايا نفس برا الداخل عكس درك هذا ينزل وهذا ينزل وش يلقاو؟ يلقاو الناقص يروحو يخلوها أستاذ ما فهمتش، كي جاي ينزل هذا، لقى ناقص يخليها ناقص، وهذا كي جاي ينزل لقى ناقص يخليها ناقص، دركا نجو لهنا، إلى لي إكس، آه، لي إكس هنا نخاف ديرولي كارثة، هذا ولادي يصبحو قيم ممنوع اللي خرجناهم ساااااااا هاي ليكم، لأن البي هو اللي لازم ما يساويش الصفر. حنا الساعة قلنا؟ القيمة الممنوعة شكون هي؟ هي ذي أو ذي، لمن؟ الأولي إكس، هاي قيمة, منوعة وهي قيمة منوعة. هادو هادو قيم ممنوعة وهاي قيمة ممنوعة، أما هذو هذو ماهمش عفوا ماهمش قيمة ممنوعة، هذو هكذا وهكذا، آلاء أنا فهمتوا ولا نعاود؟ نتوع البي قيمة ممنوعة هنا ماهمش قيم ممنوعة، هنا, هنا تحت يرجعوا قيمة ممنوعة وهنا قيم ممنوعة لأن البي قيم الممنوعة ناقص واحد على اثنين واثنين، ها ليكم الآن نديرو إشارة كسر من إشارات البسط في إشارة المقام ذا زايد ذا فيذا ناقص ذا في زايد ذا فيذا ناقص ذا زايد هاي لكم إشارة إلي إكس شتاني ننصحكم عاودوها وحدكم هذه النصيحة عاودوها وحدكم خلاص هذه هي الإشارة وبرافو اللي جابها صحيح السؤال اللي بعده قال استنتج حلول مترجحة استنتاج حلول المتراجحه او لي اكس اكبر او يساوي صفر استاذ واش قاصد او اكس هذا زايد وين كاين كاين زايد هنا وزايد هنا وزايد هنا كلمه كبيره انا تحوس على الزايد وين يكون اكس يكون هنا ويكون هنا ويكون هنا اس يساوي منين من ناقص ما لا نهايه ناقص خمسة على اثنين مغلق اتحاد من ناقص واحد على اثنين لما لما نولادي الاثنين عفوا مفتوح استاذ ها فهمنا على مفتوح انها قيمة ممنوعة اتحاد منا ارجعك اللي هو على اثنين للزيد ملني بلا لا استاذ كلمة أولي إكس أكبر أو سيسير يعني وين راه الإشارة الموجبة؟ الموجبه تكون هنا تكون هنا وتكون هنا سما من ناقص من ناقص خمسة على اثنين اتحاد من ناقص واحد على اثنين لاثنين يا استاذ لي درتو مفتوح انها قيمه ممنوعه ومن نعلم ما درتش مفتوح انها قيمه غير ممنوعه هذا هو اولادي التمرين الاول اللي تقريب فيه جل الافكار اللي تحتاجوهم دروك كنزيدو بصحه صبروا معايا راه كاين جماعه ما يحبوش يصبروا عليها ما يقدرش يدي عشرين في الرياضيات فهمتوها ناتي بعدها ولدي الى التمرين الثاني ان شاء الله راكم فهمتوا الاول وهو من اهم الاشياء اللي لازم تفهموها لأنها تحتاجوها بزاف في قال لي ام وسيط حقيقي وليكن العباره اولي اكس ساوي ام ناقص واحد في اكس مربع زائد واحد ناقص ثلاثة ام اكس من الدرجه عباره من الدرجه الثانيه قال الف عين قيم ام بحيث حيث يكون اولي اكس من الدرجه الثانيه إذا قيم آم بحيث أو إكس من الدرجة إيش هي الدرجة؟ الثانية وإنت يقدر يكون هذا القيمة من الدرجة الثانية لازم يكون هذا العدد اللي مضروب في الإكس مربع لا يساوي الصفر لازم هذا ولادي لازم ما يكونش يساوي صفر تخيلوا لو كان هذا يساوي صفر ثم هذا تروح تبدأون الدرجة واش الأولى ثم يجب يجب أن أن يكون أم ناقص واحد هذا لا يساوي صفر لو كان هذا درك يساوي صفر ينضرب هنا السمة هذه تروح كي تروح ترجع هذه ماهيش عبارة من الدرجة الثانية ندي هذا منا أصبح لي أي أم لا يساوي واحد إذا قيم أم هي آر ما عاد واحد باه تكون هذه من الدرجة الثانية معنى كاع القيم يحقوا ما عدا الواحد اللي عدم من هذا القيمه برك هذا هو الجو فقط قيم ام هي ار ما عدا واحد فقط صح نجو الان الى باء قال لي من اجل ام لا يساوي واحد تسمى لي استثني نهضرك يكون ام لا يساوي واحد تكون العباره واش من درجه ثانيه صحيتها ها ام ما يديش واحد تصبح العباره من الدرجه الثانيه قال لي احسب دلتا ام مميز او إكس حساب دلتا ام حنا نعرفوا بلي دلتا يساوي لنا ب مربع ناقص 4 ا آه سي العباره اللي معطيها لنا هي او إكس تساوي لنا ام ناقص واحد في اكس مربع زائد واحد ناقص ثلاثة ام في اكس الاشعار راه ا هو هذا البي شعار راه هو واحد ناقص لثاء. السي شعار السيرة السي راه صفر ما فهمتش يا استاذ نعرفوا عارفه عباره تكتبوا ا اكس مربع زائد بي اكس زائد سي هذا اللي مضروف في الاكس مربع هو ام ناقص واحد هذا اللي مضروف في الاكس اللي هو واحد ناقص لثاء. هذا اللي ما عندوش كامل الاكس شعار راه هنا صفر اه صحيح استاذ سما دركا كي نجيو المميز تاعي اسموها دلتا ام شي ولينا بي مربع هذا نربعوه هو واحد ناقص ثلاثة ام مربع ناقص أربعة في أ ام ناقص واحد في ماذا في سي دالتا مربع ناقص أربعة أ سي سي شعره صفر هاو عصر روحكم السي هنا راه صفر الصفر كي ينضرب في ذو يروحو هاذي لازم تفهموها هذه سي كان صفر سما السي كي ينضرب في ذا يروحو كامل ها هو الدالتا تاعي ها هو هنا دلطة ام واش يساوي لنا ولادي عاود الفكره هاذي وحدكم المميز تاعي خرج ضد القيمه جيم لي عين قيم ان بحيث المعادلة أو إكس تساوي صفر تقبل حلا مضاعفا متى المعادلة تقبل حلا مضاعفا المعادلة أو إكس تساوي صفر تقبل حلا مضاعفا إذا وفقط إذا كان دالت أم يساوي صفر قاعدة متى نقول على المعادلة أنها تقبل حلا مضاعفا اذا كان مميز تاعها على يساوي صفر نروحو معناه نجيبو ذي اي واحد ناقص ثلاثة ام الكل مربع تساوي نص صفر. برافو هذه الفكرة كيما هذه قالنا الأستاذ كي تكون عندك أي عبارة قوة تساوي الصفر قوة تروح سما درك هذه الشاطرين تروح ممتاز سما واش يصبح؟ يصبح لنا هكذا وش ندي؟ ندي هذا من صبح لي واحد تساوي لنا ثلاثة أم نقسم منا على ثلاثة ومنا على ثلاثة علاه با تروح هذه مع هذه سما ما هي قيمة أم قيمة أم هي واحد على ثلاثة إذا به المعادلة تاعي باه المعادلة تاعي هذه أولي إكس تساوي تقبل حلا مضاعفا إلي المميز الأم تاعي شحال يساوي يساوي لنا هذه القيمة واحد على ثلاثة ممتاز نزيد درك يا الشاطرين آه درك نشوفكم الىكم زعامه شوف السؤال اللي بعده ولا له ولا لا قال لي عين قيم ام حل المضاعفه ثم المعادله تقبل حلول قيم أم بحيث المعادله لا تقبل حلولا بل تقبل حلول يجب ان دالت ام يكون سالب تماما ها لازم دالت ام تاعي ذا باه المعادله ما تقبلش لازم يكون سالب تماما اي واحد ناقص ثلاثه ام الكل مربع سالب تماما ولكن هنا كاين تناقض علاه يا استاذ مربع كيف داير في الرياضيات حاجه تكون مربعه دايما موجبه وهذا قادر تكون سالبه لا نقول مس تحيل ومنه لا يوجد قيم آم بحيث المعادلة أ لإكس تساوي صفر لا تقبل حلولا أكيد في المجموعة آر أن المميز تاعي هذا القيمة اللي صبناها قيمة ديما موجبة ما كاش منها مكان حتى قيمة نحطوها هنا باه يصبح المميز تاعي سالب لانها مربعه الحاجه تكون مربعه دائما موجبه هل من المعقول تكون سالبه مش كاش منها اذا لا يوجد قيم لها هذا هو الجواب وخير الكلام قلة ودل ناتي بعدها ابني الى التمرين الثالث اللي هو عباره عن وضعيه ادماجيه لكن رائعه كذلك هذه شيء بزاف الاختبارات والفروض قال لنا A B C D مربع ها هو هنا A B C D مربع طول ضلعه من لهنا ثمانية سنتي قال لنا ام وان نقطة تاني حيث ام ام منين؟ من أبي ها هي و وان من ادي ها هي حيث الطول ا ام وا ان يعني الطول ذا والطول ذا شحال يساوينا؟ اكس، كيما راكم تشوفوا الشكل. قال نسمي اف لإكس مساحة الجزء المظلل، يعني مساحة هذا الشبه المنحرف وهذا المثلث. برافو. قال لي الف عين المجال الذي ينتمي إليه إكس. أه هنا راه باين. تخيلوا النقطة ام وكانت تلصق على ا شحال تكون المسافة صفر لو كان تخيلوا ديك النقطة ام تتحرك تخبط على بي تولي المسافة من لهنا شحال ثمانية اذا اكس ينتمي بين صفر و فقط على استاذ النقطة ام دي لو كانت تلصق على ا شحال يصبح ذا اكس صفر لو كان يتحرك ديك النقطة ام تخبط هنا ترجع حتى لهنا شحال طول تاع الضلع ثمانية هذه هي قيم اكس فقط قال لي بين ان صاح البرهان ان مساحه الجزء المظلل تساوي لنا ناقص اكس مربع زائد 4 اكس زائد اثنين 32 اه نتابع نقطه نقطه ولادي هنا ماذا تساوي لنا مساحه هذا الجزء المظلل ركزوا معايا كاين اللي يقول باللي هي مساحه المربع الكبير أ بي سي دي ناقص مساحة هذا الجزء وهذا الجزء صحيح واحد لا يا أستاذ هي مساحة الجزء الأسود هذا زائد مساحة الجزء الأسود هذا كلاهما يوصلوا أرواح لدينا وش لدينا أنه أولا أنا وش نقول المساحة تاعي اللي هي اف لإكس واش تساوي؟ تساوي لنا مساحة المربع الكبير اللي هي اس ا بي سي دي مساحة الجزء الكبير المربع الكبير كامل ناقص وش ناقص؟ ناقص ناقص مساحة هذا الجزء وهذا الجزء مساحة شكون مساحة هذا الجزء بقاو معايا بصحة هذا المربع هذا المربع شتو هو هذا المربع الابيض شتا المساحة تاعو هي ضلع في ضلع يعني هي إكس مربع ناقص زائد نعاود مساحة المربع الكبير ناقص مساحة هذا المربع وهذا المثلث آه زائد أستاذك ناقص لا قاع درتهم زي... قاع ناقص قاع زي قاع قاع بالناقص قبل زائد ما هي مساحة المثلث هذا مساحة المثلث هذا ولادي لو كان تعرفوا هي القاعدة في الارتفاع على اثنين القاعدة شعل من اللهنة من اللهنة. مربع هي ثمانية قاعدة في واش قاعدة في الارتفاع ارتفاع شعل ولادي هذا القيمة شعل هي ثمانية هي هذه ناقص هذا هذه ناقص هذه تساوي هذه يعني اللي هي ثمانية ناقص إكس هذه ناقص هذه تساوينا إذا القاعده في الارتفاع الارتفاع هو ثمانيه ناقص اكس على اثنين هاي ليك خلاص يا استاذ بالحق بالاقل مساحه الاسود تساوي مساحه المربع الكبير ناقص مساحه هذا المربع وهذا المثلث مساحه المربع الكبير شتي هي هي ضلع في ضلعين يعني ثمانيه في ثمانيه اللي هي اربعه وستين بقاو معايا شطار هذا يروح مع تبقى لي هنا أربعة فقط صح صبح لنا اف لإكس اكس تساوي لنا ربعة وستين ناقص ابقاو معايا اكس مربع هذا في ذا زائد اثنين وثلاثين وهذا في ذا ناقص ماذا اربعة اكس ندخل عليهم ناقص صبح لي هنا ناقص وهنا ناقص وهنا زايد وقيل خرجت يا الولد وقيل خرجت أصبح لنا اف لإكس تساوي لنا ناقص إكس مربع زائد أربعة إكس وذا مع ذا يعطينا زائد 32 وهو الجواب وبرافو ثم ألف برافو على الجماعة اللي صابوا الحل عاودوا الفكرة وحدكم مساحة الجزء الأسود تساوي لنا مساحة المربع الكبير اللي هو 64 ناقص مساحة هذا وهذا هذا مربع اللي هو إكس في إكس أما هذا مثلث القاعدة هي ثمانية في الارتفاع اللي هي 8 ناقص اكس على 2 خرجت لنا هذه ممتاز اللي صابها الان بعدما انهينا من هذا ناتي الان الى السؤال الذي بعده اذا ناتي الان الى جيم قال لنا عين قيم اكس بحيث مساحه الجزء المضلع مساحه الجزء الاسود تساوي مساحه الجزء الابيض اولا مساحه الكليه شحال ولاتي هي 64 لان مساحه المربع كامل كبير هي 64 باه تكون مساحة الجزء المظلل اللي هي اف دي اكس تساوينا تساوي لنا مساحة الجزء الغير مظلل تسمى ديك 64 نقسمو من على اثنين اي نحل المعادلة اف دي اكس تساوي لنا 32 يا استاذ علاه مساحة الكلية شحال 64 باه يدو النص النص باه يدو النص النص هذه 32 وهذه 32 هذه يعني صبح لنا اف لي اكس تاع ذي الجهه تساوي لنا ذي الجهه لان قال لي عين قيم اكس معناها المساحه هذه تساوي لنا المساحه هذه باهي يدو النص ها مساحه يقسموا على زوج المساحه الكليه شحال راهي 64 باهي يدو كيف كيف معناها هذه تدي 32 وذي تدي 32 معناها اصبحنا نحلوا المعادله اف لي اكس تساوي لنا 32 اللي هي اي اي ان اصبحنا ناقص اكس مربع زائد 4 اكس زائد 4 2 32 تساوي لنا 32 صحيح يا استاذ يروح هذا مع هذا ترجع لي ناقص اكس مربع زائد 4 اكس تساوي الصفر اختزال اختزلناها برك اني قلت باه تتبح المساحه تاعنا كيف كيف يعني اف لي تساوي 32 صح نخرجوا اكس عين مشترك باش لنا ناقص اكس زائد 4 يساوي الصفر برافو ديو دي يساوي صفر شكون اللي يساوي صفر كما قلنا الساعه واحد فيهم اما اكس يساوي الصفر او ناقص اكس زائد اربعة يساوي الصفر نقول هذا من صبح لي اربعة تساوي لنا اكس نقلت هذا برك اي واش اي اكس يساوي الصفر او اكس شحال يساوي لنا يساوي لنا اربعة هذه هي قيم اكس وصح نقدروا نجرب ونجرب عوضوا بالصفر صفر صفر اثنين وثلاثين عوضوا بالربعة قلنا ستا ناقص ستاعش شوف معايا زايد 16 زايد 32 هذه مع هذه تروح هاي ليكم سمى النتيجه المحصل عليها صحيحه 100% سمى قيم قيمه اكس تعي هي اكس يساوي لنا صفر او اكس يساوي لنا 4 سنتي بعدما انهينا الان من هذا السؤال ناتي الان الى عين الشكل النموذجي ل اكس الشكل النموذجي ل اف لي اكس لهذه بناتي الشكل النموذجي نعاودو نكتبوه اللي هو اف لي اكس ا آه في اكس زائد بي على 2 ا آه. الكل مربع ناقص دالتا على 4 ا آه مربع وها هي وين اف لي اكس الاشعال راهي ناقص واحد البي شعال راهي البي راهي ربعه السي شعار راهي راهي 32 ثم كون نروحو نحسبو المميز بي مربع ناقص 4 آسي سي اصبح لنا دلتا واش يساوي بي مربع اللي هو هذاك نربعوه 16 ناقص 4 في ناقص 1 في 32 23 اصبحنا الدلتا يساوي غير بالعقل له. 16 الناقص في الناقص زائد تولي لنا 4 في 32 شحال؟ أربعة في اثنين وثلاثين تعطينا مية وثمانية وعشرين، عفوا، مية وثمانية وعشرين، زائد ستة عشر عطاتنا مية وربعة وربعين، إذا دالتا تساوي مية وربع وربعين، لو كان هذا دروك نديرو لولادي الجذر راح يعطيني عشر إذا دالتا تساوي مية وربعة وربعين، الجذر تاعو شحال خرج يساوي يساوي لنا 12 اروح ولدي احنا مازلنا مع السؤال الثامن الشكل النموذجي انوجد صباح لي اف لاكس تساوي الاشعر راه ناقص في اكس البي شحال راه راه 4 على 2 ا على 2 يعني على ناقص 2 مربع ناقص دالتا اللي هو 144 على ربعة في أ مربع الأشعار راه ناقص واحد كي نربعو يبدا واحد ترجع لنا هنا على ربعة سما ها هوينا الشكل النموذجي نقدر نشوفو هنا إلى كاش كاش ما اختزالات إلى كان ما قدرنا أولا صبح لي إف لي إكس تساوي لنا ناقص في هذه مع تعطي لي إكس ناقص اثنين مربع أن هذا مع يعطينا ناقص اثنين وعندنا ميه وربعة وربعين ميه وربعة وربعين تقسيم أربعة عطاتنا ستة وثلاثين ها هو لكم ولدي الشكل النموذجي لمن الاف لإكس برافو لي صابها صحيح بعد ما انهينا الان من هذا ناتي الان الى ادرس اتجاه تغير دل اف على المجالين اعطاني زوج مجالات من صفر لاثنين ومن اثنين لثمانيه وشكل جدول تغيرات نتابع جيدا إذا قلت نأتي بعدها إلى دراسة اتجاه التغير النطاق بالمجال الأول اللي هو من صفر لاثنين. شوفوا واش شو ندير هنا ولادي وين هو اثنين إلى قاصدو؟ أولا لازم ننشره هذا الناقص، ننشروها بالك واحد فيكم كي ينشره يدخلها هنا، لا، الناقص تقعد هنا، وكي نزيد هنا تصبح لي هكذا، تسمى عبارة إف لي إكس ها هي من اللي نخدموا بها دوك، ما نقدروش نخدموا بهذه، نقدروا نخدموا بهذا العبارة، صح، نقول ليكن إكس واحد أقل من إكس اثنين وكلاهما أقل من اثنين، يا أستاذ أن ذي القيمة تنعدم عند اثنين هي مفترقة الطرق، هذه القيمة راكم في الداله مربع عندما ما تنعدم ذي القيمة عند اثنين، سما كاين قيم تكون صغيرة على اثنين ونوصلوا ذوك بقواعد الحصر لهلا هنا، صح واش ندير؟ نضيف ناقص اثنين لكل طرف نجد، ما دين الدرس تاع دالة مربع واش تصبح؟ صبح x إكس واحد ناقص اثنين أقل من إكس اثنين ناقص اثنين أقل من الصفر، صحيح، من بعد واش يخصنا ما تقولش نضرب في الناقص، لا، الأولوية القوة مربع. مربع الأطراف، قريتو بلي الحاجة كي تكون أقل من الصفر كي نربعوها تتبدل متباينة، عصر واحد، صبح إكس واحد ناقص اثنين مربع، أكبر من إكس اثنين ناقص اثنين الكل مربع. وأكبر أو يساوي الصفر، قريتوا بلي الحاجة كتكون سالبة ونربعوها تنقلب بالإشارة، نضرب في واش؟ نضرب في ناقص واحد، نضرب في ناقص واحد نجد، ناقص واحد واش يدير المتباينة؟ كذلك يعكسها، أصبحنا ناقص في إكس واحد ناقص اثنين الكل مربع أقل من ناقص إكس اثنين ناقص اثنين الكل مربع هكذا، عاود تنقلب. واش نضيف نضيف 36 نضيف 36 عفوا لكل طرف شو تصبح لكم ناقص اكس واحد ناقص اثنين مربع زايد ستة وثلاثين أقل منين ناقص اكس اثنين ناقص اثنين لكل مربع زايد ستة وثلاثين هذه شكون هذه اف لاكس واحد والأخرى اف لاكس اثنين شوفوا ولادي هل دارت ولا ما دارتش شوفوا كيف انطلقنا شوفوا كيف حبسنا شو كان انطلقنا طلقنا اكس واحد صغير على اكس اثنين بقات اف اكس واحد صغير على اف بما ان ما تبدلتش نقول ومنه الدالة اف متزايدة تماما المجال اللي هو من صفر لاثنين صحيتو نعاود دركو لهادي نجول للمجال الثاني اللي هو المجال باء اللي هو منين من اثنين لثمانية واش ندير سمعوا معايا بان نربحوا الوقت ليكن اكس واحد صغير على اكس اثنين وكلاهما اكبر او يساوينا اثنين هكذا صح ومن بعد نضيف ناقص اثنين لكل طرف اي درك أضيفون ناقصين لكل طرف شوف واش تصبح لكم وبعد ما نكثروش الهضره تصبح لنا هنا هاك ومن بعد لما نربعوا القيم الموجبه المتباينه ما تدورش يعني تبقى لكم هكذا شوفوا معايا تبقى لنا هكذا ثم نعاود نضرب في الناقص اضربو دي في الناقص شيء يصير المتباينه الدور ثم نضيف ستة وثلاثين شوفوا شرجعت اف ل اكس واحد اكبر من اف ل اكس اثنين شوفوا كيف انطلقنا أولادي وشوفوا كيف حبسنا انا نحكو دروك على المجال الدوزيام المجال الدوزيام نقول ليكون اكس واحد اقل من اكس اثنين وكلاهما اكبر من اثنين اكبر من اثنين واحد يجو اقل من اثنين واحد اكبر من اثنين سما صبحت الداله كيف صبحت في ذي الحاله ومن الداله اف كيف هي متناقصه تماما على المجال اللي هو من 2 ل 8 هذا مكان عاودوا الفكره وحدكم اللي ماهوش فاهم رانا دايرين الدرس تاع الداله مربع صح جدول التغيرات جدول التغيرات ولادي هو ملخص الاعمال اللي درناها اكس من صفر اثنين مفترق الطرق هنا اف اكس قلنا ما الزايدة ما ماهي ما هي صورة الصفر صفر صفر اثنين وثلاثين ما هي صورة ثمانية من صورة ثمانية شحال كي هنا لهنا ثمانية تولينا ناقص ربعة وستين زائد اثنين وثلاثين زائد اثنين وثلاثين شحال تعطينا صورة ثمانية؟ صفر هلا يا أستاذ أروح نحسبه ثمانية في ثمانية ربعة وستين والنقص ربعة وستين نقص ربعة وستين ثمانية في ربعة اثنين وثلاثين واثنين وثلاثين, وثلاثين. ما شحال ولات؟ ولات لنا صفر أن لما يكون الإكس تاعي هذا هذا الإكس يلحق حتى لثمانية سما هذا يكبر يكبر يكبر, يكبر وهذا يكبر يكبر يكبر, يكبر, يكبر المساحة تاعنا السوداء شحال تصبح؟ صباح ما تخيلوها ها هاو اكس راه يتحرك يتحرك المساحة راه تنقص السوداء تنقص حتى تصبح ما ومنها يتحرك يتحرك حتى يصبح له تصبح ما كاش المساحة تاعي عند 8 سنتيم تصبح ما كامل لما اكس يكون داي 8 صح خلاص هذا هو جدول التغيرات السؤال اللي بعده ما هي أكبر مساحة يمكن الحصول عليها الجزء المظلل؟ احنا نعرفوا باللي اف لي اكس هي مساحة الجزء المظلل ها ما هي اكبر قيمه ما زلت لي درك ولادي نحسب ذي صح نعاود نجي قلت نحسب بالشوية تبعوا معي الله يفتح عليكم نقطه نقطه ولادي قاتلنا الان نحسب هنا اف لاثنين اروح وجو ولادي رجعت تساوي لنا ناقص في اثنين ناقص اثنين مربع زائد ستة وثلاثين تروح هذه اسمها شحال تساوي النتيجة ستة وثلاثين قيمة الحدية العظمى هي ستة 36 نجو الآن إلى السؤال الأخير اشتقل لي ما هي أكبر مساحة يمكن الحصول للجزء المظلل هاي أف لإكس هي المساحة هنا شعرية تساوي 32 سنتيمتر مربع هنا شعرية تساوي صفر هنا شعرية تساوي 36 إذا أكبر قيمة لمساحة الجزء المظلل هي ستة وثلاثين سنتيمتر مربع عند إكس على يساوي يساوي اثنين هاي ليك شوفوا اللي هي القيمة الحدية العظمى للدالة أي القيمة الحدية العظمى للدالة اف اللي هي اثنين وثلاثين سنتيمتر مربع عند إكس يساوي لنا اثنين، سما نجاوبو هاك ولا نجاوبو أكبر مساحة توصل هاي إف هي أكبر مساحة، هي عند ستة وثلاثين سنتيمتر مربع توصل والقيمة تاع إكس شحال تكون؟ تساوي لنا اثنين فقط أولادي أخيرا برافو، ثم برافو، ثم ألف برافو، أي واحد فيكم كمل الفيديو خلي تعليق بلي أستاذ راني كملته إلا خليت له تعليق إن شاء الله راك تدي عشرين على عشرين، بإذن الله. هيا الولاد لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرح معهم الطياره برافو لكل تلميذ كمل الفيديو فهموه كامل